es el caso de Marruecos, que también tiene sus fronteras cerradas hasta el 10 de julio. Entonces, en el momento en el que un país tiene sus fronteras cerradas, digamos que la apertura europea es más bien simbólica. السلام عليكم، نتمنى يجبركم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على مره اخرى فتح الحدود ما بين اوروبا وبقيه العالم، وخصوصا ما بين اوروبا ودول المغرب العربي، وبالتحديد اليوم غنهضروا على المغرب مره اخرى. مدريد كتهضر كتنوب على المغرب وكتقول بان المغرب هيفتح الحدود ديالو نهار 10 في يوليوز، نهار 10 في شهر 7. هادشي جا في واحد الحوار ديال أرانتا غونساليس لايا اللي هي وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، في واحد البرنامج ديال الراديو كاديناسير، هي معروفة هنا في إسبانيا. غادي نخلي لكم المقطع من البرنامج اللي جا في الراديو، ونحاول نترجم للناس اللي ما كيفهموش الإسبانية، خصوصا الإخوان ديالنا اللي في هولندا وفي ألمانيا وفرنسا اللي باغيين يهودوا المغرب وعادي يدوزوا من إسبانيا. المهم نخليكم مع الفيديو. Ya son Marruecos, que también me lo citaba usted, porque está suspendida la operación Paso del Estrecho. Las fronteras, usted también lo decía, las fronteras de Marruecos están cerradas, pero en el caso de apertura, si la operación no está activada, nada puede impedir que haya decenas de miles de marroquíes que estén en Europa trabajando y que quieran volver a su casa. Bueno, vamos a ver, este va a ser. السؤال ديال المذيعة كان رغم أن المغرب يعني أعلن عن يعني ما كاينش عملية مرحبا ديال هاد السنة هذا، وباقي لحد الساعة الحدود ديالو مشدودة، ولكن هذا ما يمنعش بأن المغرب ملي رجع يحل الحدود ديالو بدون عملية مرحبا، يعني الحدود ديالو عادية، العديد من المغاربة المقيمين بأوروبا يعني سواء بإسبانيا ولا بغير إسبانيا، هذا لا يمنعهم بانهم يولوا يدخلوا، الا بغاو يدخلوا المغرب امكانهم يدخلوا المغرب بغض النظر واش كاين هناك عمليات مرحبا ولا ما كاينش. زعما قالت لاسبانيا، شنو كيفاش كتشوف هذه القضيه هذه؟ Lo que sabemos es que no va a haber una operación de paso del estrecho como la ha habido en años anteriores, con 3 millones, más de 3 millones de marroquíes desplazándose del norte de Europa hacia Marruecos, con más de 750.000 vehículos cruzando la frontera. Esto no va a ocurrir. No nos olvidemos que las fronteras de Marruecos aún siguen cerradas y van a seguir cerradas hasta el 10 de julio. En un verano típico, la operación paso del estrecho. المهم الاخوان كما كتسمعوا الوزيره الاسبانيه كتهضر واحد الثقه، يعني الجواب ديالها كان قالت لها ما ننسى بعد، اول حاجه قالت التاريخ بالضبط، قالت لها الحدود المغرب مشدوده وغتبقى مشدوده حتى 10 يوليوز، يعني كتهضر بواحد الثقه، لان يعني هي كتقول لك راه بيناتنا حوار ما بين المغرب واسبانيا واوروبا بصفه عامه، والحدود غتبقى مشدوده حتى نهار 10 يوليوز. La operación Paso del Estrecho hubiera comenzado ya, porque es verdad que esta operación Paso del Estrecho tiene que ver con las vacaciones, el periodo de vacaciones en el norte de Europa, el periodo de vacación escolar de los niños escolarizados en el norte de Europa, muchos de los cuales vuelven a sus colegios a mediados de agosto. Entonces, no habrá una operación Paso del Estrecho como en años anteriores, lo cual no quiere decir que haya ciudadanos. وجوابا على السؤال المذيعه قالت لها خصنا نعرفوا وكاملين، دابا حنا فهمنا بان هذا العام هذا يعني ما عاديش، هذا الصيف هذا صيف غير عادي والسياحه غير عاديه والجو غير عادي نظرا للوباء، قالت له يعني وحتى بالنسبه لاسبانيا راه هي متاثره، والسياحه الاسبانيه يعني ما عاديش يكون هذا الشيء هذا في ظروف عاديه، قالت له ولكن في حاله اذا ما تحلت الحدود ما بين المغرب واسبانيا، قالت له اللي عاد تحل نهار 10 في يوليوز، يعني راه هي هدرت تما بواحد السياقه بحال اللي قلت لكم، فهمت؟ ودابا هي تكمل الجواب ديالها ونرجعوا عاوتاني كنهضروا عليه. Menos va a depender un poco del grado de apertura de las fronteras marroquíes que decidan desplazarse. En todo caso, lo que todos los gobiernos, desde el norte hasta el sur, incluyendo Marruecos, estamos explicando a nuestros ciudadanos es no olvide que este es un verano atípico y si
¿Puede usted evitar viajar y hacer largos trayectos? Pues evítelo, busque hacer las Además, aquí esto, vacaciones de otra manera. que lo que pasa es que esto no, a lo mejor no evita que cuando abran. وهنا جا الجواب ديال الوزيرة على السؤال ديالها ديال المذيعة، قالت لها عادة في هذا الوقت هذا اللي هو 10 يوليوز اللي في ديك الساعة عادة تفتح حدود المغرب، 10 يوليوز يعني رحنا معطلين، يعني عمليات مرحبا ما كايناش هذا العام هذا، وبالتالي كتبين على ان يعني هنا كاين محاورات، كاين مفاهمه ما بين المغرب واسبانيا، غير اللي كاين المغرب سبق اسبانيا وقال لنا نيشان، واسبانيا المهم بقات يعني هيدا يعني بالهذا ديالها حتى دابا عندك يعني هي قالت داكشي اللي قال المغرب، قالت خصوصا ان في 10 يوليوز يعني راه كيكون عمليات مرحبه فات الوقت ديالها، كنكونوا في النص ديالها، وذكرت بان يعني الناس اللي في شمال اوروبا عندهم المدارس يعني كيكون المدرسه علينا الرجوع ديالها في غشت. النص ديال الجواب الثاني قالت لا واخا ما كاينش عمليات مرحبا، يعني هذا ما كيعنيش بان ما كايناش الناس وما كايناش المغاربه بالخصوص اللي غادي يهودوا ويدخلوا للمغرب يشوفوا العائلات ديالهم. قالت له ولهذا حنايا بغينا نذكرهم، وخلال المحاورات ديالنا ديال الدول الاوروبيه من شمالها الى جنوبها انكلويند وداخل فيها حتى المغرب، الحوارات داخل فيها حتى المغرب، فحنايا كنحاولوا نذكروا يعني الحكومات الأوروبية بشمالها وجنوبها والمغرب كيحاولوا يقولوا لنا بطريقة أخرى بحال اللي قالت هذه الوزيرة، وراح قال السي ناصر بوريطة قبل من الله يجازيه بخير، راه قالها في وسط البرلمان وقال بطريقة مباشرة وفهم الفاهم، راه قال لك وقالت كي هي كتقول عاوتاني حنا كنبغيو نذكر المواطنين ديالنا وديال هاد الدول هادو ديال أوروبا وديال المغرب بأن راه ما تكونش عملية مرحبا بحال دايما، وإلا الإنسان قدر يتفاداها حسن يتفاداها. يعني في الصراحة وخا هذا الحوار هذا كان 29 في شهر 6، الوزير المغربي السي ناصر بوريطة راه قال لنا هذا الشيء هذا بشحال هذه يعني تقريبا واحد 15 يوم، هذه قالوا لنا بصريح العبارة ونفس اللي قالته هي راه قالوا هو من قبل، قال لك ما كاينش عملية مرحبا حتى هي قالت ما كاينش، قال ما كاينش بالشكل المتعارف عليه حتى هي قالت لك ما كاينش بالشكل المتعارف عليه، قال لك يعني المغاربة مرحبا بهم اللي تفتح الحدود، هي قالت ملي تفتح الحدود راه حنا غادي نعاونوا ونسهلوا المغاربة يدخلوا. القضيه ديال غادي اسبانيا غتعاون المغاربه، وهو يعني وهي جاوباتها قالت لها بان غادي نعاونوا المغاربه اللي بغاو يدوزوا رغم ذلك وخا ما كاينش عمليه مرحبا، راه هي كتجي في النص الثاني من الحوار في نفس البرنامج، ولكن غير باش ما نطولش عليكم ما غاديش نزيد نطول اكثر، ولكن بالمختصر المفيد هذا الشيء اللي كاين الاخوان، كان دابا الصوره واضحه اللي بغى يهود واللي ما بغاش يهود، يعني كل واحد راه غادي يتحمل المسؤوليه ديالو، وهذا الشيء اللي كاينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.